معلومات وحقائق عن اليود. ما هو اليود؟ اليود يعتبر أحد العناصر الأساسية والضرورية للحياة، هو معروف بدوره الحيوي في إنتاج هرمون الدرقي عند البشر وكذلك في جميع الفقاريات الأخرى، وقد يؤدي عوز اليود إلى مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك الدراق الجواتر أو تضخم الغدة الدرقية والإعاقة الدهنية ومتلازمة نقص اليود الخلقي أو ما يدعى بالفدامة كريتينيزم. تعرف على ما هو اليود وما هي أهميته. ما هو اليود؟ اليود كعنصر نقي هو ليس معدنا بلون أسود أرجواني لامع ذو طبيعة صلبة في الظروف القياسية، وهو من العناصر التي تتسامى أي تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة لتعطي دخانا أرجوانيا. وعلى الرغم من كونه لا معدن إلا أنه يظهر بعض الخصائص المعدنية. يصنف ضمن الهالوجينات، وهو مجموعة فرعية من العناصر شديدة التفاعل الكيميائية التي تتواجد في المجموعة 17 من الجدول الدوري للعناصر. تتواجد في البيئة كمركبات بدلا من عناصر نقية، وتشمل الهالوجينات الأخرى كالفلور والكلور والبروم والإستاتين. ومصطلح هالوجين يعني المولد للملح، فعندما تتفاعل هذه العناصر مع المعادن تنتج مجموعة واسعة من الأملاح مثل فلوريد الكالسيوم وكلوريد الصوديوم وبروميد الفضة ويوديد البوتاسيوم. يعتبر اليود الأقل تفاعلا من بين الهالوجينات وكذلك الأكثر كهرجابية، مما يعني أنه يميل إلى خسارة الإلكترونات وتشكيل الأيونات الإيجابية أثناء التفاعلات الكيميائية، وهو أيضا الأثقل والأقل وفرة من بين الهالوجينات المستقرة. وعلى الرغم من وجود 37 نظيرا معروفا لليود، إلا أن واحدا منها فقط يوجد بشكل طبيعي، وهو اليود 127. لليود استعمالات تجارية كثيرة، ويمكن العثور عليه ضمن مجموعة متنوعة من المستحضرات الصيدلانية والمطهرات والأحبار والأصبغة والمحفزات والمواد الكيميائية الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي. يوجد أيضا في المكملات الغذائية الحيوانية. كما يلعب اليود دورا بارزا في الطب بشكل خاص، فعلى سبيل المثال تستخدم مركبات اليود بشكل شائع ضمن محاليل تعقيم وتطهير الجروح وكعوامل تباين داخلي في تقنيات التصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب والتصوير الشعاعي والتنظير التألقي. كما يستخدم النظير المشع 137 أيضا لعلاج سرطان الغدة الدرقية. اليود عنصر نادر جدا. وفقا لجمعية اليود العالمية World Iodine Association، نحو 99.6 من كتلة الأرض هو عبارة عن خليط من 32 عنصر كيميائي، وتتوزع النسبة 0.4% المتبقية على 64 عنصر كلها بكميات زهيدة. واليود هو العنصر 61 من حيث الوفرة، مما يجعله أحد أقل العناصر غير المعدنية وفرة على الأرض، وكذلك أحد أندر العناصر اللازمة للحياة. وعلى الرغم من أن اليود ليس من العناصر الوافرة، إلا أنه يمكن العثور عليه بكميات زهيدة في كل مكان تقريبا، في الماء والتربة والصخور والنباتات والحيوانات والبشر. تعد مياه البحر أكبر احتياطي لليود، لأنها تحتوي على نحو 34.5 مليون طن، ولكن بتراكيز منخفضة للغاية، يتراوح متوسطها بين 50 إلى 60 جزءا في المليار، وهذا يجعل الاستخراج المباشر غير ممكن. وتحتوي الأنهار على كمية أقل من اليود بمعدل 5 أجزاء تقريبا في المليار، ذلك وفقا لشركة لينتك لحلول معالجة المياه في الدنمارك. يستخرج معظم اليود المستخدم في الصناعات من المحاليل الملحية المرتبطة بآبار الغاز في اليابان، ومن الرواسب المعدنية في صحراء أتاكاما في شمال تشيلي. وفي الولايات المتحدة يستخرج اليود من آبار ملحية عميقة في شمال أوكلاهوما أيضا. حقائق عن اليود: العدد الذري أو عدد البروتينات في النواة 53 بروتينا. الرمز الذري E. الوزن الذري 126.9. الكثافة 4.93 جرام في السنتيمتر مكعب. الحالة في درجة حرارة الغرفة صلبة.
درجة الانصهار 113.7 درجة، ودرجة الغليان 184 درجة. عدد النظائر 37 نظيرا معروفا، ومنها نظير واحد فقط مستقر، اليود 127. معلومات تاريخية عن اليود. اكتشف الكيميائي الفرنسي برنارد كورتوا عن طريق الخطأ اليود في سنة 1811 خلال فترة حروب نابليون، حيث كان كورتوا يساعد والده في تصنيع الملح الصخري، وهو مكون هام في البارود المطلوب بشدة آنذاك. ولتصنيعه كان يستخدم رماد الخشب كمصدر لنترات البوتاسيوم اللازمة لصنع الملح الصخري، ولكن بسبب قلة رماد الخشب بدأ باستخدام الأعشاب البحرية بدلا من ذلك. ولعزل مستخلصات الصوديوم والبوتاسيوم من الأعشاب البحرية، كان كورتوا يحرق الأعشاب البحرية ويغسل الرماد بالماء، ثم يضيف حمض الكبريتيك للقضاء على بقايا النفايات. وفي أحد المرات لاحظ كورتوا تشكل سحابة من الغاز الأرجواني بعد إضافة كمية أكبر بقليل من المعتاد من حمض الكبريتيك، ثم اكتشف لاحقا أن الدخان المتشكل سيتكثف إلى بلورات أرجوانية داكنة على الأسطح الباردة. في ذلك الوقت لم يدرك كورتوا أنه اكتشف اليود، لكنه شك بأنه قد يكون عنصرا جديدا، ولهذا أعطى بعض العينات لعلماء آخرين لمواصلة البحث، الذي أكد في النهاية أنه عنصر جديد بالفعل. وفيما بعد أعطى الكيميائي الفرنسي جوزيف لويجي لوساك العنصر الجديد اسم اليود، من الكلمة اليونانية إيويداي التي تعني اللون الأرجواني. ظل الاعتراف بكورتوا كأول شخص يعزل اليود قائما، على الرغم من أنه لم يكن من سماه، ولكن في سنة 1831 حصل كورتوا على جائزة مونتيون من الأكاديمية الملكية للعلوم للعمل الذي قدمه، ولكن للأسف لم يكسب أي منفعة مالية من اكتشافه. استخدامات اليود. بيع ملح الطعام المعالج باليود بيع لأول مرة في ميشيغان في سنة 1924، وقبل ذلك كان معظم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية يحصلون على الكثير من اليود لقربهم من المحيط والتربة الساحلية، بعكس الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الداخلية الذين هم في الغالب من يعانون من عوز اليود الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل حدوث الدراق أو تضخم الغدة الدرقية. وبمجرد إنشاء العلاقة بين نقص اليود وتضخم الغدة الدرقية، بدأ مسؤولو الصحة العامة البحث عن طرق تساهم في التخفيف من المشكلة، وهذا ما أدى في النهاية إلى إيجاد الملح المعالج باليود. يعتبر اليود كاشفا جيدا للنشاء، لأنه يتحول إلى لون أزرق داكن عند الاختلاط به. كان التصوير الفوتوغرافي أول استخدام تجاري لليود، وذلك عندما اخترع لويس داجير الطريقة الداجيرية في سنة 1839 التي تظهر الصور فيها على صفائح رقيقة من المعدن. يعتبر اليود أحد مكونات التهاطل النووي Nuclear Fallout، وهي المواد المشعة المتبقية التي تهطل من السماء عند حدوث انفجار نووي، وقد يتعرض الأشخاص في منطقة النشاط الإشعاعي لخطر استنشاق أو هضم اليود الذي يكون شديد السمية عند التعرض له بكميات كبيرة.